عقد ملتقى حريات فلسطين اليوم في مدينة رام الله ورشة عمل هامة حول الرؤية المستقبلية للدستور الفلسطيني وآلية صياغة وإقرار دستور فلسطيني جديد ومدى إمكانية ذلك في ظل رزوح الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وعدم وجود دولة فلسطينية. ومن جهتهم كشف المتحدثون عن قدر كبير من الفجوات والأخطاء في صياغة وبنية مسودة الدستور المطروحة عام 2003، ولا سيما أنها تحتوي على الكثير من المصطلحات الفضفاضة والتي تحتمل أكثر من تأويل، والمواد التي لا ضرورة لوجودها أصلا. كما كشف خبير القانون الدستوري دكتور أحمد الخالدي عن وجود مواد خطيرة فيها إهدار لحقوق اللاجئين، إضافة إلى غياب حدود واضحة للعلاقة بين السلطات الثلاث بعد طغيان السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وغياب دور المجلس التشريعي وعدم تطبيق قرارات قضائية عدة. جاءت المسودة الثالثة ركيكة من حيث اللغة، على الرغم من أنني رئيس لجنة الصياغة ونائب رئيس لجنة الدستور، ولكني لم أصغ المسودة الثالثة. 65 و108 من 2003 أسقطت حق الفلسطينيين في الشتات. وهنا دعا أكاديميون إلى إجراء تعديلات جوهرية على وثيقة الدستور الحالية بحيث تكون أكثر قربا من مصالح الجماهير وقضاياهم اليومية، ولا سيما مواد قانون العقوبات. لأن المجلس التشريعي معطل، فالدستور الفلسطيني يعني تمر الأحداث وتمر المواقف، والدستور لا يواكب هذه الأشياء. أنا لا أقول إن الدستور يجب يعني مثل البيان الصحفي يلحق الأحداث، الدستور يعني يعتمد كما هو، ولكن هذا بعد إجراء نقاش عام واضح لنقاط المختلفة. بينما عارض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عبد الرحيم ملوح عارض فكرة صياغة أو إقرار دستور فلسطيني جديد، ورأى في ذلك أمرا غير عملي ولا يصب في الصالح الفلسطيني. موضوع الدستور ملتبس، لأنه الدستور يتطلب دولة، يتطلب حدود، يتطلب تحديد هذه الحدود في الدستور، ولا يمكن أن تضع دستور هكذا يعني بدون أن تحدد حدود الدولة ودون أن تكون. نحن شعب وداء وسلطة تحت الاحتلال في هذا الموضوع، لذلك نحن لدينا رأي يقول أنه نؤجل الدستور الآن لمرحلة لاحقة، لمرحلة استقلال وطني فلسطيني تحدد في الدولة، تحدد في نظامها، يحدد في حدودها للدولة في هذا الموضوع. مسودة الدستور الفلسطيني التي صيغت في العام 2003 مثخنة بالأخطاء والفجوات، إضافة إلى احتوائها على قدر كبير من الركاكة وإغفالها للكثير من القضايا الحساسة والمهمة. لكن السؤال الذي أرق المتحدثين هنا، هل نحن بحاجة إلى صياغة وإقرار دستور فلسطيني ونحن لازلنا تحت الاحتلال أم لا؟ إسلام حلايقة، تلفزيون القدس، رام الله.